ماني عارفانه شو بدي اقول لك. يا باتلي حما ما عم تطلع من تمي. شو في بالك سؤال؟ خايفه يا ابو عصام، خايفه خايفه يكون هالولد ابن حرام لا سمح الله. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا سعاد؟ وكلي الله، الله يرضى عليك. هذا الولد فيه قصه ورا، فيه قصه هيك اجا، فيه قصه ورا. بعدين شو فرقه عني وعنيك؟ بشر مثلي مثلك، مثل كل خلايا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا يا عمري لا. ومع هيك يا سعاد ما في شيء نعمله، ما في شيء نعمله غير انه نحواه ونخليه بحضننا للصبي. ما شاء الله. لك والله مطالع معي سال عنه وتطقص. والله بعرف، والله بعرف. لك اليوم عن غير عبايه على دارك كان حتطلع مني. اي والله كنت احكي بالجامع، شاف الشيخ عبد العليم نكرت، قال لي في بتمك حكي، ما طلعت مني. نكرت قلت ما في شيء. لك صرت امشي بالشارع خايف يكون مبين علي. لا اله الا الله، وعم احسبها. بركي عرفنا أصطلع الصبي، بركي انتهيت على خير. من تمك لأبواب السماء. أي ساعة مكون غلطنا غلطان لأدد إذا حكينا، صح لما لا؟ وآخرتها يا أبو عصام، وآخرتها؟ والله ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك سعاد، للآخر إذا هالولد رح يضايقك أنشوف له صرفة من دبره. لا والله، ما حدا بياخده من حضني غير أمه، والله يشهد. لا إله إلا الله. شو هاد يا مدلال؟ شو عم تساوي بهالورق؟ يا مو هاد تصريح ومستندات للسيد شوكت مشان يبصم عليهم ويوقع. ليش؟ يا أمي، هاد التصريح للقاضي الشرعي، مكتوب فيه كيف لقينا الولد جنب باب البيت ومذكورة فيه كل القصة. يو، رجعنا دلال؟ يا مو، هاد الشيء ضروري ولازم يصير. يعني رح ياخذوا الولد؟ القاضي حيشوفه بس وبيرجع لنا اياه. بعدين القاضي الشرعي سمح للسيد شوكت يحتفظ بالولد لبين ما يبانوا اهله، وقتها لكل حادث حديث. وبس يبانوا اهله شو بيصير يامو؟ كمان هي الى حكمه، لكن ليش في قانون بيحمي الناس وعلاقاتها وشؤونها؟ يبعث لهم حمى هنن وهيك قوانين. تقبريني، قومي جيبي لي اياه، من امبارح ماله على بعضه. حاضر يامو، على عيني. قانون رضا